الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة، أيها المسلمون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، أن يرحمني وإياكم، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح في أزواجنا وفي ذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبائي في الله، لقد شاء الله تبارك وتعالى وقدر، وكل صغيرة وكبيرة لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقضاء الله وقدره، إلا بأمر الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان العظيمة، أن تؤمن بأن كل صغيرة وكبيرة، وأن كل خير وشر هو من عند الله تبارك وتعالى، وهو من خلق الله، فهو المتصرف في جميع ما في هذه الأرض والسماوات والأكوان، بيده مقاليد السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن قضائه وقدره سبحانه وتعالى أن تكونوا في هذه البلاد، وأن تعيشوا بين ظهراني غير المسلمين، أن تعيشها هنا لعلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من باب القضاء الكوني لا من باب القضاء الشرعي. هذه العلة ربما تكون هداية الخلق، ربما تكون تنفير الناس عن دين الإسلام، ربما لعلة تتعلق بأحدكم في نفسه وأهله، لكننا لا نعلم القضاء الكوني إلا بعد حدوثه، فلا نتعلق به إلا من باب التعلق بالله تبارك وتعالى وبالإيمان بالغيب كركن من أركان الإيمان. لذلك نتعلق نحن بالقضاء الشرعي
وهو أمر الله ونهيه. فإذا وصلنا إلى هذه البلاد وأصبحنا سكاناً من سكانها، وأصبحنا من أهلها، وأعضاءً في هذا المجتمع، بماذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى؟ ما هو القضاء الشرعي المتعلق بوجودنا في هذه البلدان وبين هؤلاء الناس الذين لا يعرفون إلا كل صورة مشوهة عن دين الله تبارك وتعالى؟ إن علينا واجباً عظيماً، هو واجب الرسل، هو واجب الأنبياء، هو واجب الصالحين، وهو السبب الذي أخرجت له هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنه واجب عظيم، وهو إخراج العباد من الظلمات إلى النور، وهو تخليصهم من عبادة العباد، وإرشادهم إلى عبادة رب العباد. أنتم مصابيح الدجى ومنارات الهدى للخلق في هذه البلاد. لم يأتي بكم ربنا سبحانه وتعالى من بين ملايين المسلمين في بلاد المسلمين إلى هذه البلاد عبثا، وإنما مطلوب منكم جميعا أن تكونوا سفراء للإسلام في هذه البلاد، أن تعملوا عمل الرسل، أن تقوموا بالدعوة إلى الله، أن تقوموا بتحبيب الخالق إلى الخلق، وأن تهدوهم إلى الحق. ولا يكون ذلك إلا باتباع منهج الرسل، لا يكون ذلك باتباع منهج فلان وفلان، ولا بمنطق فلان وفلان، ولا بفلسفة فلان وفلان، وإنما يكون ذلك باتباع منهج الرسل، باتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهجه صلى الله عليه وسلم كان منهجاً قائماً على أصل عظيم من أصول المعاملات بين الخلق، على أصل عظيم بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وفي جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ولخلقه: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للمسلمين، رحمة للمتقين، رحمة للكافرين، رحمة لأهل الكتاب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. هذا أصل عظيم، ومنهج واضح مستقيم، ونور أضاء وجه الكون وأرجاء الدنيا. إنها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جبله الله عليها والتي ابتعثه بها، رحمة وسعت أشياء كثيرة ليست للمسلمين وحسب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يغفله حقيقة كثير من الناس، لم يرسل للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرسل للمسلمين، وإنما أرسل في قوم كافرين، أرسل في قوم كانوا يعبدون الحجر والشجر، كان أحدهم يصنع من عجوته وتمره إلهاً يعبده، حتى إذا جاع في وقت الظهيرة قضمه وأكله. لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة كصحابة، وإنما بعث في من يعبد الحجر والشجر ويعتقد الكهانة والسحر والشعوذة ويتطير بالغراب والبومة، هذا الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء. ولعلنا جميعا، ولا يوجد أحد من المسلمين على وجه الأرض لا يعرف تلك القصة، لا يعرف قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وأراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطشوا به
لأنه قذر مكان العبادة، قذر بيتا ونجس بيتا من بيوت الله، إنه موضع العبادة. لو قام أحد أبنائنا أو مجانيننا وفعل شيئا من هذا في المسجد، لو سكب ماء عاديا، لو أن في يده زجاجة من ماء وسقطت فتبلل سجاد المسجد، لقامت الدنيا بأسرها على الصبي، ولصرخوا على أبيه رب ولدك وافعل. هذه طبيعتنا. لو قام طفل ومزق مصحفا أو كتابا، انظروا، هذا فعل في طبيعة البشر وفي جبلتهم، ردة الفعل العشوائية، ردة الفعل العشوائية ردة عشوائية، أو ردة فعل عشوائية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة للخلق، بعث يفهم تلك العقول وينظر للخلق كلا على حدة، ينظر للخلق على اختلاف مشاربهم وألوانهم وطباعهم، فيعامل هذا بطبعه ويعامل هذا بطبعه ويتحدث مع هذا بلغته، كما قال علي رضي الله عنه: حرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الأقوام بلغاتهم المختلفة بلهجاتهم العربية المختلفة، ويخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك اللغات وبتلك اللهجات، ينزل إلى كل أحد حسب مستواه وحسب قدرته. قام أصحاب رسول الله ليبطشوا بالرجل وليضربوه وليخرجوه من المسجد، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة: دعوه، لا ترزموا عليه بولته، أو لا ترزموه بولته، دعوه يتم قضاء حاجته في المسجد، في المسجد دعوه، وهو يرى ويشاهد رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى شدة الصحابة معه من قام منهم بهذا الفعل، حتى إذا قضى حاجته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ورد في حديث الحاكم بن معاوية رضي الله عنه قال: ما وجدت ألطف منه معلما صلى الله عليه وسلم، ولا أطيب منه، ولا أرحم منه معلما. يا هذا، إن هذه البيوت لم تبنى لمثل ذلك، وإنما للعبادة والذكر وقراءة القرآن والصلاة، بكل لطف وهدوء، بكل هدوء ورحمة. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ورفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. ينظر إلى هؤلاء الذين أرادوا أن يبطشوا به: ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حجرت واسعا يا هذا. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مع المسلمين، مع الكفار، مع الأعراب الذين قال فيهم ربنا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يأتي أبو سفيان رضي الله عنه وولده معاوية، وكان قد حارب المسلمين دهرا وآذاهم قهرا وأراد قتل رسول الله مرات ومرات، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا قويا عزيزا بنصر الله: ما تظنون أني فاعل بكم الذبح؟ لا. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فماذا كان جزاء أبي سفيان؟ عليكم بأبي سفيان واقطعوا رأسه. قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الخير العميم الذي تولد عن تلك الرحمة. ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن رحمته مع الخلق، مع غير المسلمين، مع اليهودي الذي كان خادما عنده وزاره في بيته حتى أسلم، مع فلان، مع الذي أراد أن يقتله وقال له: من يعصمك مني يا محمد؟ وقد تسلط بالسيف على رسول الله يريد قتله، عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه: والله يعصمك من الناس. كان صلى الله عليه وسلم رحيما، رحيما بجيرانه، وكان يأمرنا بالرفق بهم،
ويخبرنا عن جيراننا من أهل الكتاب الذين نعيش بين ظهرانيهم الآن. يقول لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر المرقة وأعط جيرانك. ويقول الجيران ثلاثة: له جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق. وذكر الجار النصرانية أو اليهودي، وأن له حقا، وأن له من الجيرة حق لا بد أن توفيه إياه. فقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيجعل له من إرث جاره شيئا، من إرث جاره شيئا. أسألكم وأنتم تعيشون في وسط هؤلاء الأسبان وبين ظهرانيهم، كم مرة لما طبختم الكسكسي أو طبختم الطعام الطيب المغربي الذي يشتهى على بعد الكيلومترات من طيب رائحته، كم مرة صنعتم صحنا أو طبقا وأهديتموه لجيرانكم؟ كم سيكلفكم هذا؟ أورو، أوروين، ثلاثة، خمسة؟ كم مرة أتيت بفاكهة فخرجت له بكيس؟ كم مرة جئت من المغرب بعد أن كنت مسافرا أو من تونس أو من مصر وأتيت له بجلابة مغربية هدية لجارك يحملها لك جميلا في عنقه إلى قيام الساعة، وتكون سببا في دخوله الإسلام؟ هكذا كانوا يحسنون إلى الجار. كان عبد الله بن المبارك يسكن إلى جواره جار يهودي، وكان يحسن إليه، كلما اشترى طعاما أعطاه منه ولأولاده، كلما اشترى لأبنائه لباسا أعطاه. فحان الأجل وأراد اليهودي لعلة أو أخرى أن يخرج من تلك المنطقة، وأراد أن يبيع بيته، فعرضه بألفي دينار. جاء المثمنون والخبراء والخلق: هذا البيت يا عبد الله لا يساوي إلا ألفا، كيف تبيعه بألفين؟ أنت مجنون؟ قال: نعم، ثمنه ألف، معكم حق، ولكني أبيع جوار ابن المبارك. جوار ابن المبارك، سامحوني، يبيع ثمن جوار ابن المبارك. فكان رجلا عمن سيشتري جارا لا بيتا، سيشتري جارا صالحا محسنا إلى اليهودي. والقصص في هذا كثير، لا أريد التحدث عنه، لكن ديننا أعظم من ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بغير المسلمين، والرحمة بين المسلمين أمر عظيم، رحماء بينهم. لكن نتحدث عن واقعنا الذي نعيشه. كم بسمة تبسمت في وجه أحدهم؟ كم مرة قلت لأحدهم أولا ولا بونس دياس ولا ديا؟ كم مرة قلت لأحدهم هذا وتبسمت في وجهه حتى تريه وجه الإسلام الحقيقي؟ أناس في عهد رسول الله من الكفار عبد الصنم دخلوا الإسلام ببسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابتسامته المشرقة على وجهه. لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك، لا تستصغر ولا تستحقر. بسمة، كلمة طيبة تعين رجلا كبيرا في السن على حمل متاعه، ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، تعين امرأة حاملا تجلسها مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم من ذلك، بل امتدت رحمته من الخلق، من الناس إلى الجن. كان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالجن، الجن الذين لا نراهم ولا يروننا، أو هم يروننا، سامحوني، ونحن لا نراهم، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني أنه لا تعامل بيننا وبينهم إلا في أضيق الحدود، إذا مسوا أحدنا بسبب فجوره وفسقه وضلاله. حتى الجن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهم أن نستخدم ما جعله الله لهم من طعام وشراب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر أو أن نستنجي بعظم أو رجيع. يذهب الإنسان إلى الخلاء يقضي حاجته، لا يجد إلا عظمة هكذا، عظمة كبش، عظمة حمار، عظمة يمسح بها. قال: لا تفعلوا، نهانا عن ذلك. وقال: فإنها تكون في أيدي الجن أوفر ما تكون لحما. هذه العظمة تتحول في يد الجني إلى لحم، هذا طعامه، لا تقترب منه،
لا تؤذيه، لا تؤذيه في طعامه، إياك أن تؤذيه في طعامه. بل امتدت رحمته صلى الله عليه وسلم إلى دواب الجن، ليس البشر الذين خلقهم الله من لحم ودم ونراهم ويروننا، دواب الجن. كما أنت لك سيارة ولك حصان ولك حمار ولك بقرة، فالجن لهم كذلك. قال: ونهانا أن نستجمر، أن نستنجي بعظم أو رجيع. الرجيع وهو روث الدابة، روث ما يخرج من الحيوانات، من الجمل والبقرة والغنمة. حتى هذا لا تستنجي به ولا تتنظف به، فإنه طعام دواب الجن. الجن أيضا عندهم حمير وعندهم خيول وعندهم، فهم يستخدمون ذلك لإطعام دوابهم، فلا يجوز لك رحمة بهم أن تستخدمه أنت. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالحيوانات، حتى الحيوانات. تكلم الأوروبيون اليوم عن الرحمة بالحيوان، الرحمة في ذبح الحيوان، الرحمة في كذا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب أنصاري له جمل، فوشوش الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمه في أذنه، كلم رسول الله، اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الشاب، ما لجملك هذا يشكوك أنك تتعبه وتسنيه ولا تطعمه ولا تسقيه؟ لو فعلت ذلك ثانية لأخذته منك. رحمة بالحيوان. في سفرة من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي حمرة أو قبجة، طير كطير الحبارة أكبر منه قليلا، تأتي تفرش بجناحيها هكذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل هكذا هكذا، تفرش بجناحيها تكلم رسول الله. قال: من فجع هذه في فراخها، من فجع هذه في فراخها أعيدوا إليها فراخها، من رحمته صلى الله عليه وسلم. بل غضب الله سبحانه وتعالى وعاتب نبيا من الأنبياء لما قرصته نملة. الرفق بالحشرات، الرفق بالحشرات، لما قرصته نملة فحرق قرية النمل، فقال الله تعالى له: هلا نملة واحدة، نملة قرصتك تحرق عشا، تحرق قرية النمل بأسرها؟ هلا نملة واحدة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والضفدع والسرد. رحمة حتى بالحشرات، بل رحمة بالجمادات التي لا تعي ولا تتكلم ولا حياة فيها ولا روح. الجمادات. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما صنعوا له من طرفاء الغابة، صنعها نجار رومي نصراني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته امرأة من الأنصار، صنعوا له منبرا كهذا المنبر، له ثلاث درجات فقط. فلما صعد على منبره الجديد سمع لجذع النخلة أنين، حزين أن سيد البشر لن يرتقي عليه ثانية. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من منبره واحتضن جذع النخلة وهي شجرة ميتة، جذع لا حياة فيه، احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة به. ويقال أنه دفن تحت المنبر الحالي عند الاسطوانة المضمخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. انظروا، إذا كان صلى الله عليه وسلم كان رحيما بكل هذه، بالإنس والجن ودواب الجن والبشر والحيوانات والحشرات والجمادات، فأمته لابد وأن تكون مثله، أن تكون مثل رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، وددت لو أن الخطبة هذه 10 ساعات حتى أحدثكم بما في نفسي وما أحب أن أتناصح معكم فيه، لكن سبحان الله تلك هي الأوقات وهذه هي الظروف. إلا أنني سأتحدث معكم في أمرين قصيرين أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهما، وهما عظيمين، وهما عظيمان، ولو سأذكرهما باختصار. الأمر الأول يتعلق بجيرانكم من أهل الكتاب ومن الكفار عموما غير المسلمين، والأمر الثاني يتعلق بأبنائكم وبناتكم. فأما الأمر الأول الذي يتعلق بجيرانكم وبالناس عموما في هذه البلاد، قد إذا رآك أحدهم لم يعجبه هذا الشكل، نظر إليك هذا عربي أو هذا مسلم أو هذا، قد يسبك، قد يبصق عليك، وأنت قادر وأنا قادر أن أشمر يدي هكذا وأن أضربه ضربة فيخر من ساعته ميتا، فيخر ميتا، نحن قادرون على هذا والحمد لله. العرب معروفون بقوتهم وبأسهم وشدتهم، ومعظمكم هنا يعمل في أعمال بناء وأعمال، يعني كلكم عضلات. لكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حاكما للخلق، الصحابة يأتمرون بأمره ويجعلون أنفسهم فداء له ولأوامره صلى الله عليه وسلم. عندما كان قادرا على ذبح من شاء أن يذبح، لو كان ذلك يجوز، كان اليهود يدخلون عليه ويقولون له في قلب بيته وفي حكمه وولايته، كما ورد في البخاري وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة، كتاب عظيم حري بنا أن ندرسه وأن نقرأه وأن نتعلمه. يدخلون عليه في بيته ويقولون له: السلام عليك يا محمد، الموت عليك يا محمد. فيقول: عليكم، ويسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسمته لا تفارق وجهه، صلى الله عليه وسلم. تغضب عائشة رضي الله عنها، تغضب عائشة، حالها كحال المشمرين من أمثالي، يريد أن يرد باللكمات. قالت: وعليكم اللعنة والموت يا إخوان القردة والخنازير. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما الأمة أن اصبروا، اصبروا، عامل الناس بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي حسنى، حسنى أم بالتي هي أحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ولم يقل مودة، وإنما قال بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم حبيب. انظروا يا رسول الله ماذا يقول لعائشة صلى الله عليه وسلم. يا عائشة، ما يزجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا زجر، ما عليك بالرفق واللين، إن الله يبغض الفحش والتفحش، عليك بالرفق واللين، لا تفعلي يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش، إن الله يبغض الفاحش البغيض، إن ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا بذيء ولا فاحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: يا عائشة، ما سمعت ما قلت؟
قلت عليكم ألا تعلمين أن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم في؟ هكذا تكون معاملتك، ادفع بالتي هي أحسن رجاء أن يسلموا على يديك. كم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمسكه من تلابيبه وشده حتى أثر في ردائه وقال يا محمد يا بني عبد المطلب أنتم قوم مطل، أنتم قوم نصابون محتالون تأكلون حقوق الناس وتأكلون أموالهم. حبر من أحبار اليهود، حبر من أحبار اليهود، هم الصحابة كالطبيعة ويريد أن يبطش طبيعة الناس. دعه، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. قال يا رسول الله قرأت صفتك كلها في التوراة فوجدتها، فوجدت كل شيء قرأته فيك إلا الحلم، وأردت أن الحلم، وأردت أن أختبر حلمك، وها قد وجدته، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم الحبر اليهودي. وكم من رجل جاءه وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي ليس بمالك ولا بمال أبيك، خذ كل ما في هذا الوادي، اذهب. الصحابة يغضبون، يا رسول الله لسنا أولى بهذا، دعوه. فما يمر حول عام حتى يأتي الرجل بكل قبيلته يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخذ 100 خروف، أخذ 100 ناقة، ولكنه جاء بزكاة قومه جميعا، آلاف مؤلفة، ربح البيع، ربح البيع. إذن هذه النقطة الأولى، عليكم بالرفق واللين، واحمدوا الله على أن هداكم للإسلام وأن ولدتم لآباء مسلمين. كان من الممكن أن تكونوا أنتم كذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، بل كان أجدادكم كفارا فمن الله عليهم بالإسلام. فاحمدوا الله على نعمته، وانظروا إلى الخلق بترفق ورحمة، عسى الله أن يهديهم. نتمنى لهم أن يهديهم الله إلى الحق وأن يدخلوا الجنة فنكسب أجورهم، ولا نتمنى النار لأحد، لن نكسب شيئا إن دخل أحدهم النار وحرق، لكن لو دخل الجنة على يديك فلك مثل عمله إلى قيام الساعة، وكل من يتعلم منه تحصد أنت أجره، ما أعظم الأجر. فهذه نقطة انتهينا منها. وأما نقطة الأبناء، فاتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، اتقوا الله عز وجل في من استحفظكم الله سبحانه وتعالى وائتمنكم عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اتقوا الله في أبنائكم، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه. الرجل راع في بيته أو في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن فرط فليبشر بالعذاب والخزي يوم القيامة، فليبشر بالأسى والحسرة يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ائتمنك الله على النساء وعلى الأبناء والبنات، فاتقوا الله فيهم، اتقوا الله في دينهم، اتقوا الله في تعليمهم، اتقوا الله سبحانه وتعالى في توجيههم، اتقوا الله في ترك البنات يعملن في المطاعم ويخرجن بغير حجاب. اتقوا الله، فإنكم قد تكسبون في الدنيا، قد تكسبون شيئا من المال بسبب أعمالهم، ولكنكم ستحرقون بها في نار جهنم. فاتقوا الله في الأبناء، هذه وصية، وصية رسول الله قبل موته في آخر لحظات حياته. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم نساء أطفالا خدما عبيدا كل من تحت يدك اتق الله فيه، لا تكن سببا في إدخاله النار. وخاصة أن أبناءنا في مدارس هذه البلاد
لا يتلقون تعليما إسلاميا، ولا نراهم في المساجد، والآباء مشغولون طوال اليوم في العمل وفي حصد الأموال، ووالله لو علم أحدكم أن أمواله لا قيمة لها وهي حطب النار، وأن كنزه الحقيقي، الكنز الحقيقي ليس البيت الذي تبنيه في المغرب، ولا البيت الذي تشتريه بمئة وعشرين ألفا في أسبانيا ومئة وثلاثين ألفا في أسبانيا، ولا الرصيد الذي في البنوك، إن كنزك الحقيقي قال صلى الله عليه وسلم، استمع إلى هذا وافهمه، ثلاثة أحاديث وننتهي من خطبة الجمعة، لكن أرجو أن تعوها وأن تستوعبوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ تحب مالك أكثر أم مال وارثك؟ تترك مالا للوارث، للورثة، لأبنائك، أيهما أحب إليك، هذا أم هذا؟ والله الصحابة قالوا كل ليس منا يا رسول الله إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. بفلوسك بنت السلطان عروسك، لو تركني أبنائي وعقوني وفعلوا ما فعلوا، عندي مال آتي بالخدم والحشم والمستشفى والعلاج، ولا أريدهم ولا أريد وجوههم. ليس منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم، فإن ماله المال الحقيقي هو الذي تقدمه وتنفقه في الدنيا على تعليم أبنائك وتربيتهم، على تعليم زوجتك وتربيتها، على الفقراء والمساكين، على إصلاح المجتمع الذي تعيش فيه، تمهيدا لنفسك أن تعيش حياة إسلامية صالحة. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني، للذين يجمعون الأموال ولا يهتمون بإنفاقها على تعليم أبنائهم، يقول صلى الله عليه وسلم، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة، حسرة، يتحسر يتحروق، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل ورث مالا فتصدق به وارثه. عجيب، تركت أبناء صالحين متقين، لما تركت لهم الأموال والأوروات والدينارات لم يذهبوا بها إلى المراقص، ولم يشربوا بها الخمر، ولم يزنوا بها، وإنما تصدقوا بها على الفقراء والمساكين، ومع ذلك فأنت من أشد الناس حسرة يوم القيامة. لماذا؟ قال ألا يكون قد تصدق بها هو في حياته، هو بنفسه، وأنفقها على تعليم أبنائه وربى نساءه. هذا الحديث الثاني. وأما الحديث الثالث فهو الكنز، الكنز، يا من تجمع الأموال تخرج في الصباح وترجع مع العشية مع المساء، اعلم أن الكنز الحقيقي ليس هو الذي تعمل من أجله ليل نهار وتفقد أبناءك وبناتك وتفقد زوجتك وتفقد أهلك وتفقد دينك. الكنز الحقيقي أن تربي أبناءك تربية صالحة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هو المال الذي أنفقته في حياتك ولم تمسكه فإن ماله ما قدم، وعلم ينتفع به قطعت من وقتك واستفدت به في المسجد تسمع الدروس وتقرأ الكتب وتقرأ القرآن، ثم الثروة الحقيقية وولد صالح يدعو له، لا وبنت تعمل في المطعم حتى تأتي لك ببعض الإروات الفاشلة التي لا تصلح، لا ببنت تخرج لا أدري أين تعمل مع الرجال وتحتك بهم، ولا ببنت قد خرجت على الدين والعرف والقانون تزني لا. قال وولد صالح، وهذا الولد يعني البنت أو الولد، هذا اسمه جنس، يدعو له. هذا الولد الصالح لا يأتي من العمل 24 ساعة، يأتي من الإنفاق، من إحضار المدرسين، ولو تدفع لهم من المغرب الألوف المؤلفة تجمعون أموالا وتخصصونها لأئمة علماء يربون أبناءكم ويربون نساءكم. هؤلاء الذين تربونهم وتنفقون عليهم الأموال من أجل تربية أبنائكم هم الكنز الحقيقي،
قال وولد صالح يدعو له. اللهم اغفر لأبي وارحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلما صلى دعا لك، كلما حج دعا لك، كلما قرأ القرآن أخذت من أجره. هذا الذي أريدكم أن تعملوه، وأن تتناصحوا به، وأن تتواصوا به ليل نهار، وأن تصبروا عليه حتى ينفذ ويكون سنة عظيمة باقية فيكم وفي من جاء من بعدكم، وتكونون قد سننتم سنة حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم وتجاوز عن زلاتنا وعن سيئاتنا. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن زلاتنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا في زوجاتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا. اللهم تب علينا يا تواب، وارحمنا يا رحيم، واغفر لنا يا غفور. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا منه بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا وباركوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان، حاذوا بين المناكب والأقدام يستوي الصف، لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. اجعلوا الكعب في الكعب، تسمونه العرقوب بالمغربية، العرقوب في العرقوب، والقدم في القدم، والكتف في الكتف، يستوي الصف. وهذا المنبر اجعلوه هكذا دائما، لا تغيروا مكانه. من السنة أن يكون على يمين الإمام، وأن يكون علامة للقبلة. وأحييكم، أحيي أهل هذا المسجد، لأن أنا أعرفهم كلهم طيبون ومحترمون، ما عندكم لا محراب ولا مئذنة ولا قبة، وهذا من السنة، وخلافه بدعة. والمسجد ليس فيه زينة وزخارف وزكارش وكتابات وصور، هذا هو الدين. خلينا على البساطة، على الهدوء. يدخل المسجد الإنسان بيت عبادة، مش بيت متحف وزخارف. فأرجوكم تمسكوا بهذا. والإمام ليس له سجادة لوحده، لا، مع الناس، رأسه برأس الخلق. تمسكوا واستمسكوا بهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي، فجعله غثاء نحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر فذكر، إن نفعت الذكر، سيذكر من يخشي، ويتجنبها الأشقي، الذي يصلى النار الكبري، ثم لا يموت فيها ولا يحيي، قد
أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقي إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية تسقي من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا معطي ولا مانع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.